لا 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 يا جماعة عن جد الوضع اليوم شباب يعني نار وجرار. ladies and gentlemen ركزوا لي حبايبي على هذا السكين متواجد امامكم يا اساطير. عنا هنا الشباب اليوم اكثر من سكين الصراحه يعني يعني ما بعرف شلون بتجيكم شباب. عنا هذا اول سكين اوكي, عنا سكين ثاني شباب, سكين تعبت يعني سكينات شباب غير عن جد شيء غير يعني مو طبيعي الوضع. وعنا هذا الشباب سكين المريور يعني ويل دام 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 دام. ركزوا لي على السكينات حبايبي اللي نازلات جداد شباب, وصلتني من شوي على حسابي جاب من كارينا فري فاير. يا سلام عن جد اشي باللوس. لا لا لسه ما خلصنا شباب, عنا هذا السكين كمان شباب, هذا السكين الاسود وهذا سكين البنت وشخصية جاستن بيبر شباب اليوم عن جد شباب الوضع يعني اليوم. وهذا السكين كمان يعني دايم برو صراحة يا شباب ما بعرف شو بدي ابلش يا اساطير. حبايبي الكرام كيف ان شاء الله بخير, ان شاء الله كل شيء تمام, ورجعت لكم مقطع جديد يا اساطير. طمنونا عليكم ان شاء الله كل شيء باللوس. طبعا شايفين شباب 10 حزمات 10 سكنات شباب بهذا المقطع يعني ما بعرف كم يعني قبل عاده شباب لازم اجرب كل واحد بس, ولكن نشوف شو راح يصير معنا. قبل ما نبلش هذا المقطع حبيبنا صلوا على حبيب الله يسعد لي اياكم يا اساطير, لا تنسونا بزر اللايك وتفجروا اللايكات وباللوس. بس ولكن حبيبنا قبل ما نبلش هذا المقطع راح نذكركم شباب بالعروض الموجوده الان شباب هذا هذه الفتره بشوبتو جيم. كثير من العروض المتواجده حبيبنا عن طريق الشحن لاول مره, راح ادرك لكم تحت الوصف شباب الرابط وكود برومو شباب نسبه يعني 20% اضافيه شباب عند الشحن. طبعا حبايبنا تبغوا تشوفوا هذا المقطع شباب في كثير من العروض متواجده مثل ليفل باس وكثير من العروض شباب, ادعيكم انكم تروحوا تشاهدوهم حبايبنا. وخلينا نبلش شباب مثل ما تشوفوا هذا الشرح اوكي. تاكدوا شباب انه حسابكم يكون مربوط عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يا شباب, ما سموطع لا لا طولوا بالكم مواقع التواصل الاجتماعي يا حبايبي الكرام. ركزوا منيح, عروض وصول موجوده بشوبتو جيم والوضع باللوس. بس ولكن شباب الصراحه يعني ما بعرف شو بدي ابلش انا الان يعني راح بلش بسكنات. وبنفس الوقت شباب بنفس الوقت هون حبايبنا شايف انه نازل حفله الرقص رقصتين جداد كمان. لا يعني يعني شباب هذا المقطع اشياء نار وشرار حبايبي. طبعا هون شباب شايف هون في رقصتين صراحه متحمس كثير اشوف شو وضع هالرقصتين شباب. عندنا هون لفات مميزه راح نجرب حظنا بهذا اللفات ونشوف الوضع كيف راح يكون حبايبي. اوكي بلش اول لفه مميزه شوف حظنا معلم. شو هذا حزاء؟ لا 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 معلم شو هذا؟ عم يعطونا احذية شو نعمل بهذا الحذاء؟ شو بدنا نعمل؟ طب ضروري لازم نشوف الجوال شباب. اوكي اوكي حاط اوكي حاطين هون معلم حافي حذاء مو حذاء حذاء شو اصلا رجال حافي معلم. اعطوني اول لفه معلم طلعت لي الرجل على وجهي دايم برو. اوكي هون عندنا رقصات شباب كثير من الرقصات صراحه يعني حنشوف وضع الان نشوف اللفه المميزه شباب. طبعا انا بعرف يعني اللفات المميزه وضع لوس نجيب هون يو ام بي هذا باللوس. اوكي نكمل نشوف قول لي لا 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 هيك معلم من اول شباب منتين لفه شباب ولا بتيت لفه يجيب اجيب الرقصه ايم الوضع باللو. لا اليوم شباب اليوم يا شباب الوضع باللوز هي اول صحن الطاير معلم. اوكي هي جبناها نشوف الله هي الرقصه الثانيه شباب. معقول تطلع لي لفه اوكي اللفه الثانيه والله ما اعرف اين اللفه شباب. كمان حذاء يديك ربي. اوكي نضرب هلا الحذاء اوكي والله يا جماعه ما اعرف شو بدي اقول لكم يا اخوان ايم نجي لهون ويلي يلا خلاص هي لازم تطلع لي شباب لازم تطلع لي لانه معلم خلاص يعني اعطوني اول وحده اعطوني الحمد لله الحمد لله شيء حلو شباب انه ما بيرجعوا بيعطونا هذول مره ثانيه فهمتوا علي كيف؟ بس نشوف هاي اوكي بلوس هيك بكون جبنا شباب هالرقصتين شباب. روح بسرعه حبايبنا نشوف شو هالرقصات طولوا لي بالكم نشوفها على خزنه اوكي تمام نجي على الرقص هون نجي لتحت اكيد راح يطلعوا لنا هون اوكي الظاهر شوف ويلي الصحن طاير ديم والله شي باللوز. اصبر شوي خلينا نجي لهون نحط هاي شباب ونحط هاي نبدلها شوي الرخصه كمان اصبر شوي قول لي كم قول لي الو والله باللوز رجوا لي هالرخصه معلم تعال ورخص عم يقول لك ايجي عم يقول لك ايجي ايجي الرقصة شباب هي رقصة لما دكتور واحد عليها بترقص لها رقصة عن جد رقصة استفزازية يعني مو طبيعية بالنسبة هي شكل رقصة تبع سكواد جماعي اوكي حلو باللوز اوكي ولا يا شباب حان وقت الجد الاسطوري فهمت علي. بالنسبة للحزمات هذول شباب عندنا هذا السكن تبع السنة الخامسة لفري فاير اوكي المستقبل الذهبي وعندنا يعني كثير من السكنات شباب بصراحة ما بعرف شلون بدي ابلش يعني شو راح نبلش ما راح نقدر بمقطع واحد شباب نجربهم كلياتهم ونفتحهم كلياتهم هيك شباب راح نعمل على رواق اوكي الباقي راح نستكشفهم على البث مباشرة ان شاء الله من بعد حبايبي ونشوف الاوضاع الموجودة هون. شو والله شباب صراحة انا صراحة انا شباب انا حابب اجرب هذا السكين انا هذا السكين حابب اجربه شباب انا هذا السكين حابب نجربه يا جماعة هذا السكين حابب اجربه يعني عن جد شباب شكله اسطوري
شكله مو طبيعي اسطوري يعني عن جد عن جد يعني شي باللوس. ليش رح ندخل جيم انتوا علي شو ندخل هيك معلم جيم اوكي هاي دخلنا هذا الحدث شباب هذا شو هذا الجيم شباب صراحه يعني هذا السكين عن جد شي باللوس عن جد شي باللوس طبعا هذا السلايد ارسلتنا اياه الشركه شباب قبل ما ينزل فهمتوا علي شلون يعني هذا السكينات رح ينزلوا يعني بالايام اللي جاي فهمتوا علي شلون بس ولكن يعني او ماي جاد مان او ماي جاد مان عم يضحك شو ما شو شو رايك بالسكين حبيبي باللوس تحياتي اوكي شباب رح ننزل خيو خي ننزل نحاول نجرب حظنا ننزل بالكلوك تاور شباب ول انا ماني حاطط النسر يا جماعه اوكي ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير طولوا بالكم يلا ننزل نشوف والسكوادات يا شباب وال 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 والله شباب بدون نسر راح ابلع انا هيك شايف انا هيك شايف شباب بدون نسر شكلي راح ابلع معلم الاول جيم لا يهديك ربي يا سم والواحد ناسي ما يعد عسي علم علم خليك ريلاكس ابوس روحك اوكي خلي الوضع ريلاكس الله يسعد لي اياك اوكي يعني هي اول جيم علم لليوم ولحقت لحق لحق يلا اليو ام بي ناخذ اليو ام بي نلحق حالنا شباب يلا روح هي واحد نزل هون ول 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 تعال 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 هي واحد والكيل من هون يا زلمه والله عرفت يا اخي يا جماعه عرفت انه راح نقدر لا خلاص يا جماعه راح نجرب ندخل جيم على رواق جيم زبل الوحيد شباب تعرفون يا شباب من النوع اللي بحب كثير الزبل الوحيد باللوز بدنا ندخل نشوف وضع المعلم معنا الاسطوره شباب اكمل كينج اوكي هات لنشوف شباب صراحه يا شباب انا يعني سكين باللوز صراحه يعني اشي تمام تمام هلو بيبي كم هير كم هير لا معلم كيفك ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام طمني على الاحوال عيلة وينك وين متخبي والله حاسد انك متخبي هون يا برو باللوز اشوف هالرقصه كمان اشوف سوى شيء نعمل رقصه الاستفزاز ايجي كم كم ايجي ويلي ويلي ديم ديم يا لطيف على الاستفزاز شوف رقصه عن جد مستفزه الو معلم وين رايح؟ وين رايح معلم؟ وين رايح؟ وين رايح؟ شو بدك تعمل شغلة شباب؟ والله اخونا معلم متحمس. اخونا متحمس يا جماعة. قتلني جيجي عليك. علقت بلوك معه شباب شوفوا. شو لايك للشباب؟ ما لحق شوف علقت اللعبة بعد ما علق اللعبة. هلا وين همكم يا جماعة؟ رح نجرب باقي السكنات شباب على البث المباشر. دونت وري. الو بيبي وينك يا معلم؟ وينك يا صديق وينك؟ وينك؟ انت فين يا جميل؟ ويلي ايم زباله يا معلم؟ تعال يا معلم تعال يا صديقي تعال وينك؟ حبي دمك حبي دمك حبيبي عبي هذا وينه؟ متخبي يا زلمه رايح فين يا ملا يلا يلا وينه هذا؟ يا اخي دوبي متخبي يا جماعه وين الكمبر يا اخي وين الكمبر هذا بكون على اليسار والله تستاهل عامل معك اللعبه والله تستاهل عامل معك الحركه باللوس نروح نكمل نشوف هيك قول لي هذا وهذا 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 تعال يا برو واه شوني شوي ويلي كله 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 يا بيبي يا معلم انت يا اسطوره يا برو يا اسطورة يا جميل انت يا معلم ايه بقبة ما تطلع والله جيجي على شباب جيجي جيجي والله بورد حلوة مع الشاب يا جماعة انا بالساحة الفيزا ما بلعب فيه ما جربته كثير شباب بالصراحة باللعب يعني نجربه معلم والله اسطورة اسطورة جيجي على الشاب يلا معلم نحمي 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 ليتس جو كم بيبي كم بلا بلوك ماوس بربك بلا بلوك ماوس بدون بلوك ماوس بدون بلوك ماوس معلم بدون بلوك ماوس يا برو بدون بلوك ماوس يا برو هذا هو اخونا ما بده يموت اخونا ما بده يموت يجي عليك نعمل نعمل حركه الاستفزاز معلم كم 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 بيبي كم 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 يلا روح بلاش المحاولتين بتنطوط انت شكلك بتنطوط كثير يا برو اوه جي جي ولد جاب هيك يا زلمه طب لوك تقول بلوك الموكس سموك ماوس يا جماعه حدا بيعرف بالبي سي معلم مشكله البلوك ماوس يا اخوان شو عم تعمل وينك تعال يا برو علي يا اسطوره تعال علي يا اسطوره يا برو وينك هذا يختفي يا زلمه بس انه يختفي يا جماعه
يا لطيف. يلا جو. هذا هو. يلا اطلع يا برو. راح الهيد. وين رايح معلم؟ حبيبي والله والله انا احبك كثير. وكثير من حبات صاهر معلم. خذ لك هي. جيجي عليه. صراحة يا جماعة والله صراحة مواجهة اسطورية بيني وبين الشاب شي باللوس. يعني شي بيك لما تدخل على الهيد الوحيد يلعب مع ناس هيك شي مرتب باللوس. يلا هاتنا نشوف. صاحبي. وش صاحبي. ويتشوت طلقت راس تيجي عليه. اوكي شباب كيف حلو كان الاسطوري وكان شي باللوس كفو على الشاب. اذا انت راح تشوف هذا المقطع تيجي عليك اخوي. سو اوكي حبايبي الكرام الله يسعد ليكم شباب. باقي السكيد ان شاء الله راح نشوف مع بعض ان شاء الله اليوم على البث مباشر من بعد شوي حبايبي. اوكي وهون شايف يعني كثير حزن بصراحه. راح نجربهم مع بعض ونشوف الاوضاع كيف راح يكونوا ونجرب كل شيء وامور باللوز حبايبي. هذول مثل السكين راح نجرب نلعبهم على البث ان شاء الله نفتحهم. اوكي حبايبي مثل هذا السكين مثل حاولوا كمان نجرب الشخصيه الجديده ما اعرف اذا موجوده. راح نشوف شو الشخصيه يعني اعمل لكم او نزلكم مقطع غدا ان شاء الله وباللوز. اكتبوا بالتعليقات حبايبنا شو تحبوا نعمل لنعملكم. هي بكون تاني مقطع اليوم بس ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع. بشوفكم على خير وبشوفكم يوم سعيد وتحياتي لكم. انا صراحه شباب ما ينام كثير بدي اروح اطرس وانام وبرجع لكم مسفيات.